أهلا أهلا، اليوم راح أحضر كيكة قرص عقيلي بالفستق. استخدمت بتحضير وصفتي عجانة هوم إليك من قصر الأواني 6 في 1. خلطت فيها الكيك وطحنت فيها الفستق، موجود القاعدة فوق الطحن أو الخلط فوق. خفقت البيض لحد ما تضاعف حجمه، راح أضيف الزيت والهيل والزعفران والفستق وأخلطهم. بعدها راح أضيف المواد الجافة وأنخلهم وأقلب المزيج. كذا بيكون القوام. راح أرش القالب بشوية زيت وفستق وسمسم، أصب الخليط وأدخل الفرن لحد ما ينضج. راح أكتب لكم طريقة التغطية. هنا قالب ثاني بيكون بتقديم أصغر، وقطعتها كذا بشكل أصابع ومع مواد خشبية، مشكلها مرة يومي ولذيذ. جربوها، الكيك من داخل زي ما تشايفين هش ولذيذ. عليكم بألف